لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما نشرت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، بدوافع طائفية القوات الحكومية تعتقل 5 مواطنين في ديالة. في صحيفة المدى، مجلس البصرة يختصر طريق إعلان الإقليم المباشر بالاستفتاء أو إحراج بغداد. في موقع كتابات، روحاني يكشف خطة استغلال العراق ترانزيت لتصدير النفط والبضائع الإيرانية. في الجزيرة نت، متظاهرون يقتحمون مقر البشير ويطالبون الجيش السوداني بالانحياز لهم. في العربي الجديد، آلاف السودانيين يتظاهرون أمام مقر البشير وقيادة الجيش بالخرطوم سلمية ضد الحرامية. في صحيفة القدس العربي، رفض دولي لمغامرات حفتر في طرابلس. وفي صحيفة الحياة، رودو يخشى تدخلا روسيا في الانتخابات الكندية. السلام عليكم. ما وقع في الموصل هو مصيبة بكل معانيها أبكت الجميع وفطرت قلوب العراقيين في كل مكان. فالذي حدث ليس طمعا لأصحاب المركب وحده، وإنما هو بالضرورة اختلال أكيد في القوانين وتجاوز حتمي على مصائر الناس وحقوقهم في الحياة. لو كانت هناك قوانين وضوابط محمية باشتراطات السلطة المحلية، لما تجاوز صاحب السفينة المتهالكة بحشد هذا العدد الهائل من العوائل والأطفال بسفينته. إن الاختلال بنظام السلطة لا يمنع من حدوث هذه النكبة في مناطق ومحافظات أخرى، فالذين يستسهلون التجاوز على الأرض والمال العام وحقوق الإنسان في الحياة بأسماء وعناوين مختلفة هم ذاتهم مثل مالك تلك العبارة. مقال للكاتب جاسم مراد عن نكبة الموصل وأزمات البلاد في صحيفة الزمان. فنحن جميعا تحت رحمة المخالفين، ونحن أيضا ننظر لمن يملك السلطة والسيارات المضللة والسلاح والمال نظرة الخائفين من عواد الزمن، لأنه نفتقر إلى دولة القانون التي تضع الجميع تحت سلطتها. المسألة ليست عبارة وإن كانت كذلك، ولكن القضية هو ضعف الدولة في الدفاع عن قوانينها وعن مالها وعن إنسانها. ففي كل دول العالم المحترمة لا يستطيع سائق السيارة أو العبارة أن يضع عدداً زائداً من الركاب خارج شروط السلامة، ولا يستطيع راكب الدراجات أن يمشي عكس الشارع، ولا يتمكن صاحب المقهى أن يسد الشارع ويسيطر على الرصيف لأنه يريد ذلك. القضية برمتها، المعتدون في السلطة وخارجها استسهلوا القوانين، وأصبح الاعتداء في كل المجالات وسيلة يومية تمارس بكل أريحية ودون خجل ومستحى وخوف. يضيف الكاتب: الجريمة وقعت وقرارات ضد محافظ نينوى ومساعديه اتخذت، لكن إذا بقي الحال على ما هو عليه، مزايدات على المناصب وصراعات على المواقع وفشل في محاسبة المتجاوزين والنهابين والفاسدين والمرتشين والمتلكئين في العمل والعشائريين الذين يحكمون بقوانينهم ما قبل الدولة والحضارة، نقول إذا ما بقي ذلك فلا ضمانة لحدوث كوارث أخرى. مضى زمن أكثر بكثير من المتوقع ولا إعادة للمنظومة الكهربائية في العراق. يأتي وزراء ويصرحون بالإصلاح والإعمار ومحاربة الفساد والاعتماد على الكفاءات النزيهة والمحترفة في العمل، ولكن نرى الانحياز الوحيد هو الترقيع وتبادل الاتهامات. وأخيرا البرلمان يستجوب الوزير والإقالة حاضرة والخسارة متوقعة والفضيحة مدوية. عن الكهرباء والفساد الحكومي في العراق كتب زهير الفتلاوي في موقع كتابات: الشعب يتذمر ولا حلول تلوح في الأفق،
ولا نعلم هل نحن البلد الوحيد الذي لا يستطيع بناء محطات كهربائية وتحل أزمة الانقطاع المستدامة، أم أن هناك حيتانا للفساد والإفساد تدمر ملف الكهرباء وهي مستفيدة من هذا الخراب والدمار، وهناك مؤامرات متعددة ضد الشعب العراقي بسبب الاستفادة الشخصية من الأموال الكبيرة والكثيرة المخصصة لقطاع الكهرباء. ولو اكتمل هذا الملف وتم بناء محطات عملاقة والاستعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة، سوف يتعرض المسؤولون في وزارة الكهرباء وعلى رأسهم الوزراء والوكلاء والمدراء، يتعرضون إلى ضرر كبير يصل إلى الإفلاس، وتتوقف المتاجرة بالمشاريع والصيانة وأموال كثيرة للترقيع ومشاريع أخرى. تصريحات النائب علي نصيف بوجود مشاريع وصفقات وعقود مشبوهة داخل وزارة الكهرباء أمر يثير الدهشة والجدل، واتهمت الوزير الخطيب شخصياً بقبض رشاوى من أجل عقد تلك الصفقات، وتحدث الإعلام عنها كثيراً على الرغم من قصر الفترة الزمنية لتولي الخطيب منصب وزير الكهرباء. ويقول الكاتب تصريحات وزير الكهرباء حول حاجة وزارته إلى مبلغ 20 مليار دولار على مدى عامين بأنها طلب تعجيزي يمكن تفسيره بعدم الخبرة في مجال الكهرباء أو التمهيد بشكل مسبق للإخفاقات القادمة في النهوض بهذا القطاع الخدمي الأساسي. تخصيصات الموازنة لهذا العام وحتى خبراء المال والاقتصاد يطالبون الوزير أن يكشف مصير القروض والمنح المالية والعقود السابقة وما هو أوجه صرف، بالتأكيد أن الفشل والفساد وربما التوجهات السياسية وعدم وجود الإرادة الحقيقية للأحزاب السياسية الحاكمة بإصلاح ملف الكهرباء. كانت البدايات مع وصول قوات الحشد الشعبي إلى الحدود السورية مع العراق، عندها تصاعدت حدة التصريحات المعلنة لإقامة ممر عبر الأراضي السورية العراقية المعروفة إعلامياً بالكوليدور، ما يعني أن الفرصة باتت سانحة أمام الجميع للسير قدماً في إنشاء ممر بري يصلهم بالبحر المتوسط، سيمكنهم مستقبلاً من التعاون مع الحكومة السورية أو اللبنانية، وسيسهل عمليات الانتقال والتنقل، وتستطيع أن تمد طهران كما غيرها عبره لاحقاً خطوط أنابيب النفط والغاز وطرقاً برية آمنة لنقل البضائع الإيرانية إلى سوريا وأيضاً ربط إيران بالبحر المتوسط. سبق وقالت صحيفة غارديان البريطانية في عددها الصادر في 16 أيار مايو 2017 أن الحشد يمتلك أسلحة ثقيلة مثل الجيوش النظامية، بل يمكنها تعديل المسار، وأن قاسم سليماني وهادي العامري أمرا بتعديل مسار الممر أخيراً بسبب عدم ارتياح طهران من الوجود المتزايد للقوات الأمريكية في شمال سوريا. وقالت الصحيفة إن نقطة دخول الممر إلى الأراضي السورية يقع على بعد 140 ميلاً جنوب المسار السابق، مع الحفاظ على المسار الأصلي الذي يصل الحدود العراقية الإيرانية مروراً ببلدة جلولاء في محافظة ديالى، متجهاً نحو الشمال الغربي لبلدة الشرقاط في محافظة صلاح الدين حتى الوصول إلى جنوب بلدة تل عفار غربي الموصل. بعد ذلك ينحرف إلى الجنوب الغربي بموازاة الحدود مع سوريا ودخول الأراضي السورية عبر المنطقة الحدودية الواقعة شمال شرقي بلدة الميادين السورية، وتوجه منها إلى مدينة دير الزور وصولاً إلى مدينة تدمر الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية وسط سوريا، والانطلاق منها إلى العاصمة دمشق وبعدها إلى مدينة حمص وصولاً إلى الساحل السوري على البحر المتوسط. يبقى في النهاية أن زيارة روحاني للعراق الأولى منذ تسلمه الرئاسة عام 2013 بدأت بمهاجمته أمريكا واصفة إياه بالدول الغازية للعراق، واصفا إياها بالدول الغازية للعراق مع السعي لتعزيز التواصل الإيراني خلال زيارته بغداد، بتجديده على أن زيارته مهمة وأن إيران تستطيع توفير الكثير من احتياجاتها عن طريق العراق وأن لديهم خططا مهمة لهذه الرحلة. وبالنسبة لهم فإن مسألة العبور مهمة للغاية، وهم مهتمون بتطوير طرق للتواصل بين البلدين، هكذا جاءت الخطوط العريضة للزيارة لتبقى العلاقات العراقية الإيرانية بين حشد شعبي وخطط نحو ممر لإيران نحو المتوسط.
عن الجزائريين والعراقيين والعدو المبين كتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية قائلاً: أليست التجربة الجزائرية درساً بليغاً ولازماً للعراقيين الذين إذا ما قيست مصائبهم بفساد نظام بوتفليقة وآثامه وتجاوزاته لتبين أنهم أحق بالثورة من الجزائريين ألف مرة؟ وينبغي الانتباه هنا إلى أن أهم مطلب ملح تريده الجماهير هو تحقيق بنية قضائية جديدة تحقق لها نزاهة الانتخابات القادمة وتضمن حريتها وحمايتها من تلاعب أصحاب السلطة والمال والسلاح والنفوذ، فهي تهتف اليوم بقوة وبسالة: لن نسامح. ويسراقين كليتو البلاد، وأغلب الظن أنها لن تهدأ قبل أن تتحقق لها جميع هذه المطالب كاملة، لا نقص فيها وبلا خداع. أليست التجربة الجزائرية هذه درساً بليغاً ولازماً للعراقيين الذين إذا ما قيست مصائبهم بفساد نظام بوتفليقة وأثامه وتجاوزاته لتبين أنهم أحق بالثورة من الجزائريين ألف مرة؟ نعم، إن إيران وميليشياتها تجعل الفرق بين قسوة أعداء العراقيين وفسادهم وقسوة أعداء الجزائريين وفسادهم كبيراً، ولكن إيران وميليشياتها لن تستطيع أن تقتل مئات الآلاف من العراقيين مثلما لم يستطع النظام الجزائري قتل جميع المتظاهرين بالعقل والحكمة وحسن التدبير. والله يحب ثواره العقلاء الحكماء المتدبرين، ويكره الأذلاء الحمقى والمتهاونين والمتقاعسين، أليس كذلك؟ ويضيف الكاتب: يبدو أن الجيل الجزائري الجديد الثوري العاقل والحكيم والمتدبر أميل اليوم إلى استخدام العقل والحكمة وأكثر اعتماداً على فكرة بورقيبة خذ وطالب لتحقيق النصر الكامل على نظام فاسد متجبر جثم على صدور الجزائريين سنين طويلة، ولكن خطوة خطوة. تبقى التجاذبات السياسية رهينة العمل الميداني لطبيعة وتوجهات حكومة بغداد وأحزاب السلطة المشاركة في العملية السياسية التي كانت إحدى علامات الاحتلال الأمريكي للعراق في 9 نيسان عام 2003. فوجود الأحزاب السياسية التي تدين بالولاء للنظام الإيراني وتسعى لتنفيذ مصالحه ومشروعه السياسي في العراق كفيلة بالتأثير على مجريات الحياة السياسية ومستقبل الشعب العراقي، لأنها تعمل على ارتهان قراره السياسي والأمني والاقتصادي بما يتلائم وتوجهات النظام الحاكم في طهران، أي أنها تكون جزءاً فعالاً من العمل الاستراتيجي والنظرة المستقبلية التي يريد أن يحققها المسؤولون الإيرانيون في المنطقة العربية. عن انعدام الاستقلال السياسي في العراق كتب أياد العناز في صحيفة البصائر: يبقى الوجه الحقيقي لطبيعة الأحداث التي مر بها العراق بعد الاحتلال الأمريكي وسيطرة ونفوذ النظام الإيراني أنها أفقدت العراق الاستقلال السياسي والأمني والاقتصادي، أي أنها حكومة لا فعالية لها ولا دور ريادي لها في قيادة البلد، وليس لها الإمكانية في رسم مستقبل شعب العراق لافتقادها للأدوات الرئيسية والمحاور الاستراتيجية والأفكار الميدانية لرسم حقيقة المستقبل السياسي في العراق بسبب فقدانها لمفهوم الاستقلال السياسي الذي يعتبر الركيزة الأساسية في مفهوم الدولة الحقيقية ودولة المواطنة والمؤسسات التي ترسم ملامح الحياة الميدانية لأي نظام سياسي يحكم البلاد، وأصبحت حكومة بغداد عاجزة في أداء دورها وطرح آرائها في كثير من الأمور الاستراتيجية التي تهم حياة ومستقبل شعب العراق، ومنها التحرر والانعتاق من الاحتلال الأمريكي ونفوذ والهيمنة الإيرانية لطبيعة هذه الحكومة وارتباطاتها بالمحورين الدولي والإقليمي وجعل أرض العراق مرتعاً للتجاذبات السياسية بين جميع الدول، وأصبحت تشكل حلقة رئيسية متشابكة في المصالح المشتركة للعديد من الدول الإقليمية والدولية. بدأت الأصوات تتعالى ويكثر الحديث في الآونة الأخيرة داخل العراق ومن قبل الكتل والأحزاب السياسية المرتبطة بإيران وفي أروقة وجلسات مجلس النواب العراقي وعبر وسائل الإعلام واللقاءات الصحفية عن ضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق، وهو بلا شك مطلب شعبي وجماهيري تسعى إليه جميع القوى المناهضة للاحتلال الأمريكي للتخلص والانعتاق من الظلم السياسي والاجتماعي وبناء العراق وحصوله على الاستقلال السياسي التام.
ولكن هذه الأصوات لديها مصالح فئوية وحزبية وارتباطات سياسية تسعى لتؤطر حالة النفوذ والهيمنة الإيرانية بحسب الكاتب. اليوم فقط أدركنا أن الاعتداء على فرد هو بمثابة الاعتداء على الكل، وأنه لا يمكن لنهضة أن تحدث في غياب الحرية، كما بيّنت شيرين عبادي في كتابها إلى أن ينضج الأحرار نضالي من أجل حقوق الإنسان في إيران. فالمسألة لم تعد مسألة كفاءة إدارية أو كفاءة أخلاقية يلزم تملكها من المسؤولين لكبح جماح التضخم أو ردع لصوص الاعتداء على المال العام. المسألة بالنسبة للمواطنين اليوم أصبحت مسألة كرامة إنسانية وقضية شرف وطني، وهذا ما عنوه بقولهم تسقط بس كده بالواضح لا بالدس. عن الحراك السوداني كتب الوليد آدم مادبو في صحيفة العربي الجديد. يخوض السودانيون الآن معركتهم بشرف وبتضامن منقطع النظير. كل شخص يعرف دوره في المنظومة وينتظر خانته في التكليف دون ما تهافت أو تراجع، ولذلك يلزم المحافظة على هذه القيم والتحوط لئلا ينزلق بعضهم في خضم المعترك إلى خانة البذاءة أو الانتقام مجاراة لرموز النظام البائد. يستطيع المعتدي أن يجردك من كل شيء إلا من قيمك وحبك وطنك واحتكامك لضميرك. هذا الحراك لا يمكن مقاومته كما لا يمكن التحايل عليه، فالمتاح فقط هو التفاعل معه. لابد لهؤلاء الشباب أن يحددوا المسارات التي تتحرك فيها الثورة، وأن يضعوا الأطر التي تتحرك فيها القيادة المدنية المقبلة، وأن يستمروا حتى يتم الامتثال الكامل لكل مطالبهم. يسعى الساسة عبثاً اللحاق بهذا الركب، وجل ما يمكن أن يفعلوه هو تملقه أو تجاوزه إلى القصر، وذاك أمر لم يحن أوانه. لا تسقط التظاهرات نظاماً شمولياً، لكنها تحدث من الإرباك ما يحفز أحد الفاعلين الأساسيين على التحرك بغرض الانقضاض على الآخر قبل أن ينقض عليها. يجب أن يعي الشباب أنهم يواجهون أكثر من ملك، وأنهم إنما يهددون مصير أكثر من كهنوت، وإن اقتربت من أكثرهم ساعة الموت، وعليه يجب أن يتخذوا التدابير التي تحمي ظهورهم من الأعداء الظاهرين، وأن يستعيدوا عن الوحدة الفوقية بوحدة قاعدية تقيهم شر الآفة الخفية. يجب أن يوافوا القنوات الإعلامية بأسماء من يمثلونهم، وألا يستهينوا بمقدرتهم على إيصال حجتهم، فإن من حمل الروح على أكفها لا يعجز عن الإفصاح عن حجته. من هيروشيما للعراق، كيف فضحت الفوتوغرافيا وحشية الولايات المتحدة. عن صورة سجن أبو غريب التي أثارت واحدة من أكثر قضايا الرأي العام إثارة للجدل على المستوى العالمي، نشر موقع الجزيرة نت تقريرا مفصلا عن الفوتوغرافيا والحرب. تسببت الصورة في فضيحة كبرى حاول الجيش الأمريكي معالجتها بجميع الوسائل لحفظ ماء وجهه. السبب هو أن الفتاة والتي تدعى سابرينا هارمان لم تكن هي والرجل من خلفها وحدهما في الصورة، وتلك الصور هي ما فضحت فيما بعد عام 2004 طبيعة ما يرتكبه جنود الاحتلال الأمريكي في حق المعتقلين العراقيين، وعرفت تلك القصة بفضيحة سجن أبو غريب. الفضيحة التي ساعدت الفوتوغرافيا في كشفها ليست الأولى التي تصدر عن أمريكا الحرة الديمقراطية، فقد وثقت الفوتوغرافيا الجرائم نفسها منذ هيروشيما مرورا بفيتنام والعراق. لقد ترك الغزو الأمريكي للعراق ميراثا من السرطان والعيوب الخلقية الناجمة عن الاستخدام المكثف لليورانيوم المخصب والفوسفور الأبيض من قبل الجيش الأمريكي. ومنذ عام 2004 وحتى اليوم تشهد مدينة الفلوجة معدلا من التشوهات الخلقية تجاوزت التي ظهرت في أعقاب كارثة هيروشيما. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.